كنت انا عم اتفرج على البوليس، والبوليس هجم من قدام وهجم من وراء، صاروا يقوصوا. انا ما حسيت على شيء انه حيجي عليه او ما حيجي. كنت انا واقف عادي عم اتفرج على البوليس من قدام، واجا دغري وما حسيت شيء الا اجى على وشي، ودغري غميت بالارض ما شفت شيء. عم بشوف بهيدي بس انه عم شوف شيء بسيط، ما انه بهالقوه. انا جيت على فرنسا انه هون بلد امن وما في شيء وما في عالم منهم مناح وهي، ورحت عني انه انا شعوري ما صرت حزين، بس خلص هيك الله رويد انه راحت عني. نو هلا في عالم مثلا بتساعدنا كتير، يعني هديك المرات كنت مخلص مدرسة ونازل، عطتني واحدة بورقة مكتوبة عليها ما بعرف شو، مكتوبة عليها الرقم تليفونها انه يا حبت تساعدنا وهيك. فرنسية. ايه، وفي عالم مثلا كتير مغاربية وجزائريين مثلا بيساعدوني بيعرفوني. هو بنتغير اكثر شيء. تغير اكثر شيء. ونحن اولاد وازمة كما حاجة، وانا مطيرت يعني واحد ابنه وراحت عينه، يعني صعب كثير. عم جاب حادثة هو ما وعيان على حاله انه عينه راحت. اخذ الامور ببساطة يعني انه بس كان عيني راحت عادية يعني. بس ما هو بكره بالايام بده يحس انه راحت الايام عينه يعني. وبقول له جينا على فرنسا مشان نكون امينين، هربنا من الحرب وهي وجينا لهون احنا للسواق. الحمد لله.